كلمة الوداع التي لخص فيها هذا المشوار، والتي ستظل نبراسا تتذكرها الأجيال والعظماء من أبناء شعبنا اليمني. اللي فيها رصاص، فيها حياة وموت. احنا ما بنربي يعني افراد داخل العنابر، ولا بنربي اي يوم اخر. الان هو يومنا والوقت هو وقتنا، واذا لم نبذل في هذا الوقت، والوطن اذا ما بيحتاجنا في هذا الوقت، متى عاد بيحتاجنا؟